هو نجاح الاهلي المتوقع، مش هقول اللي ما كانش متوقع، نجاح الاهلي المبهر الموسم ده على كل المستويات، الدراما اللي حصلت بالذات في دوري ابطال افريقيا، الفوز بثلاث بطولات على حساب الزمالك وبيراميدز اللي هم يعني هقول في السنوات الاخيره بقوا المنافسين تقريبا المباشرين صح. او التقليديين للنادي الاهلي، تحقيق بطوله الدوري قبل 5 اسابيع من نهايتها بارقام يمكن تكون غير مسبوقه، ولو ربنا وفقنا في ال5 ماتشات اللي جايين كمان ممكن نحقق مجموعه ارقام قياسيه، بيخلي انه فرحه الدوري عادي كده يعني، خدنا الدوري. لا يمكن علشان احنا يعني النادي الاهلي الموسم ده الحمد لله من توفيق ربنا ونتيجه جهد وعمل طبعا المجموعه كلها، بدايه من مجلس اداره النادي الاهلي اللي بنحييه وبنستغل كل تتويج ونحيي مجلس اداره النادي الاهلي. عندنا مجلس اداره ناجح قدر ينتدب مدير فني ليه اسم كبير جدا، قدر يغير الشكل ويعمل منظومه اداء ومنظومه لعب، ويقدر كمان يعمل كنترول على اللعيبه وعلى اوضه اللبس، مميزات كتير جدا عند مارسيل كولر غير القياده الفنيه، قدر يترجمها الفريق الموسم ده بتحقيق كل البطولات اللي احنا احتفلنا بيها مع النادي الاهلي. يمكن علشان الحمد لله الفرحه السنه دي جت في اوقات ورا بعض، يمكن فرحنا بالكاس وفرحنا باتنين سوبر وفرحنا ببطوله افريقيا اللي كانت بطوله صعبه ومشهوده مش هننساها، وجت فرحه الدوري، فيمكن ده اللي عامل الفرحه في حالة تخمة. قليله. اه بالظبط، يعني الحمد لله النادي الحمد الاهلي لله ربنا يديمها يا نعمة رب إن ان شاء شاء الله، الله. فهو ده يمكن اللي عامل يعني ايه هدوء شويه في حاله الفرحه. ولكن انا اعتقد وانا بقول لك ان بعد شاء الله ماتش بعد بكرة الفوز بكره ان شاء الله ربنا يكتب لنا الفوز بكره، هتبقى الفرحه عارمه وفرحه كبيره جدا بالتتويج بلقب غائب عن خزائن النادي الاهلي بقاله موسمين، ولكن عاد وعاد معتذرا، غاب سنتين فخلاص احنا قبلنا اعتذاره واحتضناه في بيته مره تانيه. لا خد بالك برضو فكرة انك انت تاخد اخر نسخة من الدوري دي برضو قصة مهمة جدا، يعني اه طبعا انك انت قبل تختم البطولة قبل ما الدرع يتغير. نفسه يودع برضو، وان شاء الله نفتتح الدرع الجديد باذن فعلى الله ان الاقل شاء برضو الله. تكون على ما فريق. طيب خليني اخد رأيكم في المواجهة بكرة الاول، يعني ناخد الخطوط العريضة الاول، هل شايفين انه بعد حسم اللقب وتحديد المراكز مباراة نتيجتها مش هتكون مؤثرة بأي شكل من الأشكال، هتظهر مباراة بدون دوافع بصرف النظر عن إنها قمة أو عنها مباراة، خلينا نقول بلاش قمة دي لأنها يعني لو بالأرقام قمة تبقى مثلا أهلي وبيراميدز الموسم ده، لكن المباراة الأكثر جماهيرية هل دي ممكن تكون دوافع كافية عند الفرقتين عشان نشوف مباراة عالية على المستوى الفني والمهاري، ولا افتقاد الفرقتين لدوافع المنافسة يخليها إلى حد ما مباراة كلاسيكية؟ لا اعتقد يا احمد ان هي طبعا الدوافع موجوده، مباراه القمه هتفضل مباراه قمه طبعا زي ما انت قلت ان هي اكثر جماهيريه، ونادي الزمالك اعتقد هي دي تقريبا ممكن تبقى بالنسبه له دي بطوله ليه ان هو يبقى بالنسبه له لو حقق المكسب في دي يحاول يصالح جماهيره. النادي الاهلي اعتقد مستر كولر احنا اتعودنا ان هو بيفصل كل مباراه عن بعضها، مباراه القمه بالنسبه له يعني هي الاحتفاليه اللي احنا بطوله الدوري والمجهود الكبير اللي هو عمله من بدايه الموسم هاي. او زي طبعا البطولات كلها، بالنسبه له المباراه هياخدها بكل جديه تماما، واعتقد ان النادي الاهلي هيقدم مباراه كبيره جدا، واعتقد ان مستر كولر يعني مركز جدا في المباراه دي عكس ما كل الناس معتقده ان هي ممكن يكون خلاص النادي الاهلي حسم الدوري، لكن هو هيتعامل مع المباراه بذكاء شديد جدا وبجديه، وهو عنده ميزه انا اتكلمت عنه قبل كده ان هو بيخلق الدوافع وعنده القدره ان هو يقدر يخلق الدوافع في كل لاعب، واعتقد هو هيقدر يعمل كده في مباراة غدا وهيبدأ بالقوام الأساسي في مباراة غدا.